حلقة جديدة من برنامج ملفات، فأهلا بكم. إنجاز جديد يحققه الاقتصاد المصري بعد أن تجاوزت الصادرات المصرية حاجز 45 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021. ده بيعد أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة المصرية تتحرك خلال الفترة القصيرة القادمة لتشجيع كافة قطاعات الصناعة والإنتاج في الاقتصاد المصري لتحقيق هدف الوصول بالصادرات إلى أعلى مستوياتها. أوضح رئيس الوزراء أن أحد توجيهات الرئيس السيسي للحكومة المصرية كان تشجيع وتوطين الصناعة، الحد من الواردات، الاعتماد بصورة متدرجة على الصناعات المحلية. رئيس الوزراء أشار إلى أن كل هذا الجهد الكبير الذي قامت به الدولة المصرية جاء نتيجة العديد من المبادرات، وهو ما تم في ظل ظروف استثنائية وجائحة كورونا على مستوى العالم، وأيضا انكماش للاقتصاديات العالمية. حول هذا الموضوع تدور حلقة الليلة من برنامج ملفات مع ضيفنا في الاستوديو دكتور أحمد هارون، مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية. أهلا بك دكتور أحمد. أهلا وسهلا بك يا فندم. نستأذن حضرتك والسادة المشاهدين نتابع في هذا التقرير ثم نبدأ الحوار. نجحت الصادرات المصرية في تحقيق قفزة هائلة خلال عام 2021 لتصل إلى أعلى عائد في تاريخها، مسجلة 45.2 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 90%، في حين بلغ حجم الزيادة في الصادرات غير البترولية 32.34 مليار دولار، مسجلة نموا وصل إلى 30%، وذلك مقارنة بعام 2020. وبجانب ذلك نمت الصادرات البترولية ووصلت إلى 12.9 مليار دولار، مسجلة معدل نمو بلغ 90% مقارنة بعام 2020. النمو الملحوظ في حجم الصادرات المصرية يرجع لعدة عوامل، من بينها تحسين أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وتحسن المنتج المصري والصناعة المصرية وفقا للمواصفات العالمية، وتوفير الدولة لكافة سبل الدعم لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الخارجية من خلال تدليل المعوقات اللوجستية ودعم عملية شحن ونقل الصادرات وإنشاء مراكز تجارية دائمة ومخازن للبضائع خاصة في الدول الإفريقية للنهوض بقطاع الصادرات باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبي، مع العمل على تقليص العجز في الميزان التجاري ودعم معدلات النمو الاقتصادي. وبحسب أحدث بيانات لوزارة المالية، فقد ساندت الحكومة قطاع المصدرين بنحو 31 مليار جنيه، وهو ما أدى لوصولها إلى مستويات قياسية من حيث الجودة والكفاءة والمواصفات المطلوبة التي من خلالها يتم فتح الأسواق العالمية أمام المنتج المصري، الأمر الذي أدى لتنامي معدلات الطلب العالمي على المنتجات المصرية لتحل بديلا عن منتجات بعض الأسواق التقليدية، وهو ما ساهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة. ومما لا شك فيه أن ما تحقق من زيادات غير مسبوقة للصادرات المصرية يعد خطوة على طريق تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخطي الصادرات المصرية حاجز 100 مليار دولار خلال الفترة القصيرة المقبلة، وأن تقوم الحكومة بتشجيع جميع القطاعات الصناعية والإنتاجية في الاقتصاد المصري من أجل تحقيق الهدف المنشود. أهلا بكم من جديد دكتور أحمد هارون. يعني زي ما تابعنا التقرير ادانا بعض العوامل اللي أدت إلى ارتفاع القياسي في نسبة الصادرات المصرية حتى وصل إلى أكبر معدل، زي ما بيقول التقرير، أكبر معدل في التاريخ للصادرات المصرية هو 45 مليار دولار. خلينا نتكلم عن هذه العوامل بالتفصيل، وآخر معدل كان كام يا فندم؟ نعم، يجب في البداية أن احنا نقوم بتحليل هذا المبلغ للعناصر الرئيسية فيه. احنا بنتكلم على قطاع الطاقة وقطاع البترول والغاز والصناعات الكيماوية، ده قطاع لوحده اللي الصادرات فيه وصلت ل 13 مليار دولار.
ثم المنتجات او غير البترولية، ودي ايضا اللي هو التقرير قال ان هي حوالي 31 مليار. ايضا نستطيع ان احنا نقسمها برضو نصين. النص الاولاني الصناعات الهندسية واللي هي الصناعة، الملابس، المواد البناء أو غيرها، ثم القطاع الزراعي. يبقى احنا بنتكلم على ثلاث ملفات مختلفة. الدولة قامت بدور في كل قطاع من القطاعات ده، فده حدث نوع من التغيير في تغيير قيمة الصادرات منها. فمثلا القطاع البترول والغاز والطاقة التقليدية، ثم الطاقة الحديثة المتمثلة في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، مصر تطورت فيها تطور كبير جدا لدرجة أن عملت ربط كهربي بين مصر وليبيا، مصر والسودان، مصر والسعودية، ثم مصر دي دخلة في الصادرات. لا خد أكتر طبعا. أنت بتصدر طاقة، الخدمة دي دخلة صادرات جدا جدا. ثم الربط بين مصر وقبرص، ثم الربط بين مصر وقبرص واليونان. كل ده غير في خريطة الصادرات المصرية في هذا الاتجاه، فتغيرت من 7-8 مليار الآن أظن 13 مليار وصل ليها. إذن هناك تغير في هذا الاتجاه. طب هل هذا واعد؟ هذا واعد جدا، خاصة وأن هناك مشكلة كبيرة جدا في الطاقة تواجه أكبر أو تاني أكبر اقتصاد في العالم وهي الصين. وبالتالي مصر كأنها دخلت لتقدم يعني البديل في مجال الطاقة. القطاع الثاني وهو القطاع الزراعي مثلا، بتهيألي ده أكبر صادرات يا فندم، اللي هو إيه؟ القطاع الزراعي. لا القطاع الهندسي هو الأكبر، إنما هم قريبين من بعض يعني. ده 12 مليار وده 18 أو 19 مليار. طيب نتكلم بقى على القطاع الزراعي. القطاع الزراعي ده مهم جدا لسببين. أولا أوروبا في فصل الشتاء لا يمكن أن تنتج الخضار، مستحيل يتجمد. وبالتالي مصر تقدمت تقدم كبير جدا في انها تطلع منتجات من خلال الصوب الزراعية وزيادة مساحات المخصصة للموالح. لذلك حدث تقدم كبير جدا، فكانت الصادرات عام 2021 تجاوزت 5.6 مليون طن، وهذا رقم يعني طبعا كبير جدا في حق مصر يعني. كويس، قدمت مصر الموالح بكل انواعها، قدمت طبعا البطاطس مشهوره جدا مصر، قدمت البصل هذا برضو ايضا مشهور، ثم البنجر، ثم العنب، ثم كذا المواكه. واصبح هناك وعي ان اوروبا لا تقبل الفواكه التي عليها مواد كيماويه او مبيدات ذات، لانها مضره بالبيئه ومضره بصحه الانسان. فاصبح هناك توجه كبير جدا وثقافه حديثه على المجتمع المصري، وهي فكره الاورجانيك العضوي. واصبح هناك فكره جميله جدا وهي فكره الصوب، لان الصوب بتعمل حاجتين مهمين جدا. اولا الصوبة الزراعية لو على فدان واحد من الأرض الزراعية هي تنتج 4 فدان مفتوحين. الصوبة أنت بتشتغل بالري بالتنقيط، في حين أن الأراضي المفتوحة بالغمر، وهذا فرق كبير جدا. الصوبة تستطيع السيطرة عليها جدا في مجال المكافحة العضوية، الأراضي المفتوحة صعب وهكذا. فتغير الفكر المصري في الإنتاج الزراعي أدى إلى نتائج. أنا عايز أعرف إزاي يا فندم الفدان صوب بيدي 4 فدان مفتوح؟ ده دي مهمة جدا. الصوب ممكن تكيفها، مكيف يعني ممكن تزود درجة الحرارة او تقلل درجة الحرارة. يعني لو ان المنتج داخل الصوبة، لو المنتج داخل الصوبة يحتاج الى حرارة اكتر، تقدر تديله حرارة داخل اطار مغلق. لو يحتاج برودة تقدر تديله برودة داخل اطار مغلق. المساحات المفتوحة اللي جنبه ما تقدرش لان هي مرتبطة بالجو الطبيعي. ده واحد. النقطة الثانية ان في الصوب الزراعية نظام التسميد بيتم بطريقة ميكانيكية مرتبطة بالري الذي هو بالتنقيط. شوف الموضوع ماشي ازاي. في حين ان التسميد على الاراضي المفتوحة انت بتحط سماد بكميات كبيرة جدا، وبالتالي انتاج داخل الصوبة. لذلك مشروع مصر في انها تعمل 100,000 صوبة، اضرب 100,000 في 4 يديك ما تنتجه الاراضي المفتوحة. ناهيك بقى على انك ممكن تزرع اي حاجة في اي وقت، اي منتج زراعة في اي وقت. يعني مثلا نحن في الشتاء الان ممكن تزرع بطيخ
وتطلع بطيخ وبيع بطيخ يكون محتاجينه في بعض الدول. البعض يقول لك لا، المحصول لما بيتزرع في غير اوانه ما بيبقاش حلو. لا، هذا كلام يمكن ان يكون في الاراضي المفتوحه. انما داخل الصوبه انت اصلا بتاهل النبات للدرجات الحراره الطبيعيه له، وبالتالي انت مش بتزرعه في غير اوانه. انت بتزرعه في اوانه، بس اوانه بتوفر له العوامل البيئيه اللي بيتزرع فيها. وبالتالي مصر تقدمت تقدم يعني ممتاز في هذا الاتجاه، فكانت النتيجه ان احنا صدرنا السنه اللي فاتت 2021 حوالي 5.6 مليون طن، وهذا رقم محترم جدا. عايز اقول بقى لحضرتك ان الخليج يعتمد بنسبه يعني 40% 50% على المنتجات المصريه، خاصه في الفاكهه والخضار. الفاكهه والخضار طبعا بعض الدول الخليجيه يستورد الفواكه والخضار بنسبه 95%، يعني هو لا ينتج داخل ارضه اكثر من 5% بدون ذكر يعني اسماء محدده. طيب، يبقى ده القطاع الطاقه اللي المواد البتروليه، ثم القطاع الزراعي، يبقى القطاع الصناعي. القطاع الصناعي في مصر واجه تحديات كبيره جدا، لان لازال الغرب له اشتراطات سواء مرتبطة بالبيئة أو بالجودة أو بأشياء كثيرة جدا مرتبطة بالمنتجات الصناعية. مصر لسبب أو الآخر يعني ما كانتش واخدة بالها أن ده مهم جدا، أن المنتجات بتاعتك لازم تبقى متوافقة مع البيئة، متوافقة مع الصحة، أن تكون بالمقاييس العالمية، يعني ارتفاع الطاولة، ارتفاع الكرسي، المواد الخام التي يتم الانتاج منها، فكرة السي اي مارك، فكرة الايزو، الافكار دي كلها يعني مشجعة. فعندما انتبهت مصر الى هذا الموضوع وتم الاهتمام بالقطاع الصناعي بطريقة معينة كبديل لما يتم استيراده من الخارج، انا اظن انه تقدم جيد. فراينا الحديد والصلب في مصر كان في صادرات 1.5 مليار دولار. الملابس، ومصر طبعا لها تاريخ طويل في الملابس، صدرت بحوالي 1.8 مليار. مواد البناء ايضا صدرنا كميات كبيره، فكانت النتيجه ان في مجموع هذه سواء الطاقه او الصناعات الهندسيه او القطاعات الغذائيه تقدمنا. هذا التقدم يمكن احنا ما كانش عينينا قوي على الصادرات الطاقه، كانت عينينا دايما على الصادرات الغير الطاقة العينية، يعني غير البترولية. فلو انت بصيت بقى من 2016 ل 2021، ستجد ان احنا في هذا المكان كنا نتكلم على 20 مليار، ثم 22 مليار، ثم 25 مليار، 25 مليار، 25 مليار، السنة دي 31 مليار. سنة 20 كانت 20 مليار. كانت 20 مليار. كانت 25 مليار. 25. كانت 25 مليار. دلوقتي وصلنا ل 31 مليار. هذا قفزة يعني بصراحة يعني ممتازة جدا. وبالتالي هذا التغير في الرقم كان نتيجة ان الثلاث قطاعات منفصلة، لان ده يحتاج لجهد وفكر، وده يحتاج لجهد وفكر، وده هذا التطور حدث في الثلاث قطاعات. ده 31 مليار يا فندم غير البترولية. غير البترولية. بالتالي وصلنا ل 45. يعني القيادة السياسية كانت مهتمة ان احنا نتخطى، يمكن قالها الرئيس السيسي انه أهمية إن احنا نتخطى حاجز ال 100 مليار في عملية الصادرات، يعني هل يمكن أن نتخطى هذا الحاجز في وقت قصير أو قريب؟ هذا طبعا تحدي، يعني قبل ما تكون إرادة سياسية هو تحدي لكل قطاع من القطاعات دي. مصر لا زال حتى هذه اللحظة وغدا وبعد غد ما تنتجه مقبول قبولا مطلقا في الدول الإفريقية كلها. وانت تتكلم على كلمة الدول الافريقية او القارة الافريقية، انت تتكلم على 1.2 مليار انسان لهم قبول مطلق للمنتجات المصرية. الخليج ايضا له قبول كبير جدا للمنتجات المصرية. الان الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه هناك مشكلة عالمية استفادت منها مصر بضرة نافعة. ما حدث ان الصين وهي التي تقدم للعالم كله ما يقرب من 60% من المنتجات الصناعية والزراعية، عندها مشكلة كبيرة جدا في الطاقة، مشكلة كبيرة جدا لدرجة انها لجأت الان الى الفحم، وهذا موضوع يعني معترض عليه دوليا. الدول لاستهلاك الفحم ثم ذهبت مرة ثانية لاستيراد مزيد من الطاقة. ولكن مشكلة الطاقة في مجملة، خاصة ان احنا في موسم الشتاء، ودي هي اثر تأثيرا سلبيا كبيرا جدا على 150 ألف مصنع. فكانت النتيجة طبعا 150 ألف مصنع مش رقم يعني مش كبير جدا يعني. فكانت النتيجة ان التوريدات
هذه المصانع الى اوروبا وامريكا وحتى الى البلاد العربية حدث فيه شورت كبير جدا، في تقصير كبير جدا في الامداد، نتيجة ان المصانع دي توقفت او بقت تشتغل 3 ايام وليس 6 ايام وهكذا. فكانت النتيجة ايه؟ ان اولا ارتفع سعر الشحن جدا. طب ليه ارتفع سعر الشحن؟ لسببين، ان اصبح المصدر له رغبة ان يتحول من النمط العادي الى التصدير عن طريق الطيران. طبعا هناك فرق كبير جدا في التكلفة بين الشحن البري والشحن البحري وبين الشحن بالطيران. فطبعا زادت التكلفة، فلما زادت تكلفة الشحن زادت تكلفة المنتج، لما زادت تكلفة المنتج اصبحت البلد دي غير راغبة في الاستيراد من الصين بهذا المفهوم. ما هو البديل بقى؟ من يقدم البديل؟ فمصر قدمت البديل في بعض المنتجات الصناعية وبعض المنتجات الزراعية. تمام. لكن دكتور أحمد، في نفس الوقت احنا يعني في أزمة مالية عالمية، تباطؤ معدلات نمو عالمية، معرضين لأزمة أو حرب يعني بين أوكرانيا وروسيا، وبالتالي قد تمتد هذه الحرب، ده أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في نفس الوقت. يعني كيف يمكن لمصر أن تواجه كل هذه التحديات؟ معدلات نمو بطيئة، حرب متوقعة، معدلات طاقة ارتفعت، يعني كيف يمكن أن يتحقق لنا الاستقرار في هذا؟ ده سؤال ممتاز جدا، سؤال يعني مبهر. كويس. ليه بقى؟ لأن في اقتصاديات قوية وفي اقتصاديات ضعيفة وفي اقتصاديات يعني واخدة شكل القوة لكنها من داخلها لا تمتلك عناصر القوة. هديك مثل بسيط، لو أن هناك دولة من الدول بتعتمد على السياحة فقط، ثم حدثت مشاكل زي الكورونا زي الحروب زي كذا، تفتكر ايه اللي يحصل لاقتصاد هذه الدولة؟ يتوقف تماما، لانه يعتمد على السياحة. الاقتصاديات الخدمية اللي تعتمد على المؤتمرات والندوات وكل ده، لو حدث اي مشاكل مرتبطة بيتوقف الاقتصاد. مصر بغض النظر ان احنا لسنا دولة يعني كذا بتاع، لكن الحقيقة عناصر القوة في الاقتصاد المصري في داخله. فمصر دولة زراعية وبتزرع حوالي 8.5 مليون فدان. مصر دولة صناعية عريقة جدا من قبل الستينات وكده، وهي دولة صناعية. مصر لديها قوة بشرية قوية جدا. مصر لديها الطاقة اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية. هذا التنوع في الاقتصادي بيعمل تنوع في داخل الدولة، وبالتالي اذا حدث مشكلة في قطاع من القطاعات فالقطاعات الأخرى بتستمر الدولة. فعندما توقفت السياحة في مصر سابقا عشان الإرهاب ولاحقا عشان كورونا، وسقط قطاع السياحة تقريبا يعني سقوط شديد جدا على مستوى العالم. صحيح. وعلى مستوى مصر تأثر شديد جدا، وقل من 20 مليار ل 15 ل 10 ل 5 مليار و 4 مليون إنسان يعني أصبحوا في حكم، يعني كان يمكن أن يؤثر على الدولة تأثير كبير جدا لولا ان احنا عندنا زراعة وعندنا صناعة وعندنا قناة السويس وعندنا العاملين في الخارج. فهذا عشان اجاب على سؤال حضرتك، ان التنوع الاقتصادي ووجود موارد متنوعة للدولة يعمل نوع من التوازن مهما حدثت من حروب. ليه بقى؟ الدول التي تعتمد على الخدمات لو حدثت مشكلة رجال الأعمال صفي بيع امشي. إنما تخيل لو إنسان مستثمر في مصانع ثقيلة، لو قامت حتى الحرب العالمية هو مش هيقفل المصنع، مستحيل يعني. طب واحد بيزرع أراضي، أرض زراعة يعني، لو قامت الحرب مش هيزيب زراعة. طيب وبالتالي اتفضل يا فندم. وبالتالي يعني انت بتسأل سؤال بتقول ما الذي يجعل مصر تستطيع الصمود في ظل هذه التغيرات العالمية التي فيها يعني مؤشرات لبعض الصراع المحتمل يعني وليس اليقيني يعني. كويس. هو الاستمرار في فكرة التنوع الاقتصادي، ان انا يبقى عندي قطاع زراعي قوي يحقق لي امن غذائي، قطاع صناعي قوي يخليني اعتمد على نفسي في كل المنتجات 90% من المنتجات، ثم قطاع الطاقة اللي هو مستقر عندنا. طيب هنكمل كلامنا تاني في موضوع النزاعات في العالم وتأثيرها على مصر بعد ما نطلع نشوف مع بعض هذا التقرير. استطاعت الصادرات المصرية أن تصل خلال عام 2021 إلى أعلى عائد في تاريخها بنحو 54 مليار دولار،
وبنسبة زيادة بلغت 90% منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي. أهم المستويات المصرية مواد البناء، الحديد والصلب، المنتجات الزراعية، النسيج، مواد البناء. وفي من 2011 كان 36 مليار و7 من عشرة، هو أعلى نسبة صادرات مصرية حصل في تاريخ مصر. لكن السنة 21 وصلت المرحلة إلى زيادة كبيرة جدا، 45.5 تقريبا مليار دولار، وهي أعلى نسبة في الاقتصاد المصري في الصادرات. معظمها أكثر من 70% صادرات غير بترولية، هو ده المهم، إنها تكون غير بترولية، إنها مصنعة، منتجات إلكترونية الحديثة، منتجات اللي هي الكهربائية تم تصديرها بشكل أكبر. وفي أسواق كثيرة جدا، سواق عربية وسواق أوروبية، اعتمدت على الاقتصاد المصري وعلى المنتج المصري. المنتج المصري بدأ أنه يجود في الخامات، في المنتج، في الصيانة، في المتابعة، في التسويق. ولذلك هو حصل على إشارات أنه فيه إن شاء الله يكون يوصل لمرحلة 100 مليار نهاية هذا العام، 100 مليار دولار هذا العام. ويرجع هذا النمو الملحوظ في حجم الصادرات المصرية إلى عدة عوامل كان في مقدمتها جهود الدولة لرفع كفاءة الصادرات المصرية لتنافس في الأسواق الدولية من خلال العديد من المبادرات. لا توجد دولة اقتصاديا قوية إلا من خلال صادراتها. يعني مثلا لنا أن نتذكر مثلا دولة زي كوريا تكاد تكون مثلا نصفين في عدد السكان، ومع هذا صادراتها من الأجهزة الإلكترونية فقط 170 مليار. ماليزيا تكاد تكون تلتين في عدد السكان، إن هم ركزوا على صناعات اللي تعطيهم قوة وتميز، وأرقام التصدير عندهم فوق 100 مليار. فإحنا كذلك إحنا فعلا بدأنا الطريق السليم، وكما يقال إن بداية التحرك في أي مسيرة هي البداية الصعبة في الأول. يعني إحنا كما تيجي بتقود سيارة، أو أول خطوات التحرك هي البطيئة، ثم بعد هذا بتتسارع القوة. وإن شاء الله إحنا مستبشرين خير في الفترة القادمة، بس واجبنا كما نقول إن إحنا نكون على وعي، عندنا دراية، نهتم بالتعليم، نهتم بالعمل، نهتم بالبحث العلمي. قفزة قوية للصادرات المصرية، والتي تعتبر أحد أهم مصادر النقد الأجنبي وداعما أساسيا للاقتصاد القومي، والتي من المستهدف أن تصل إلى 100 مليار دولار في المستقبل القريب. أهلا بكم من جديد، وأستكمل حواري مع دكتور أحمد هارون مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية. دكتور أحمد، كنا بنتحدث قبل التقرير عن العوامل والنزاعات والصراعات في المناطق المجاورة والإقليم، وحتى لو امتد هذا الصراع إلى أوروبا نفسها بين أوكرانيا وروسيا. بالتأكيد أنت بتاخد يعني عندك خطة احتياطية، لأن أنت عندك صادرات المفروض تصدر. هتصدر إزاي وفي نزاعات؟ لا، ده أنا عايز أقول لحضرتك أن على العكس، عندما يحدث نزاعات في هذه الدول غالبا معدل الاستهلاك في كل المنتجات بيرتفع جدا لتغطية تكاليف الحرب وإطعام الجيوش وكذا. فالطلب على المنتجات المصرية سيزيد، بس التصدير أكثر من ذلك كمان. أكثر من ذلك ان غالبا كل عمليات التبادل التجاري اللي هتتم مثلا، هذا بافتراض يعني، بين اوروبا وكذا هتتوقف تماما، لانها هتبقى في ظروف الحرب. فيبقى الملجأ الوحيد هي الدول الافريقيه. كيف يتم والاليه اللي بتتم بقى دي بيوجد لها يعني عشرات الطرق اللي ممكن، بس غالبا الدول التي بعيده عن مناطق الصراع ما بتحقق أرباح وإيرادات أعلى كثير جدا. إذا استطاعت أن توصل هذه الإيرادات. إذا استطاعت. لا، هو الطرف الآخر هو اللي بيبقى حريص على أن يأخذها، وبآلاف الطرق، عن طريق ممرات أخرى، عن طريق دول ثالثة، الطرف الثالث، عن يعني بيبقى لها مجال. لكن مصر في الحرب العالمية كانت داينة لإنجلترا، يعني إحنا داينين إنجلترا، لأن إنجلترا ما كانش لديها أكل للجنود، فكانت بتاخد من مصر. يعني هذا هو المفهوم. يعني فكرة التأثر السلبي لمصر إطلاقاً. من نتيجة الحروب أو الصراعات دي مستبعدة، ما دامت بعيدة عنا. أنت عندك البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، هذه المناطق بالنسبة لنا إحنا مهمة جدا جدا، لأن هي الممرات الأمنة لكل الصادرات المصرية. وبالتالي ما دام البحر الأبيض والبحر الأحمر بعيد عن مناطق الصراع،
لا احنا نستفيد مش هنخسر. احنا هنستفيد لو حدثت يعني لو حدث هو يعني مستبعد يعني رغم كل هذا هو مستبعد ان تحدث حروب بين يعني روسيا واوروبا وكده وهذا مستبعد مره ثانيه. مصر تستفيد عن طريق تصدير كميات اكبر جدا من المواد الغذائيه من الفواكه والخضروات من حتى الصناعات الهندسيه من مواد البناء كل ده لهذا اقتصادات الحروب يعني لا تمام. دكتور احمد الحقيقه يمكن الاجراءات اللي اتخذتها مصر لتشجيع المستثمرين في مجال الصناعه الحقيقه كان ليها تاثير كبير جدا في ان احنا نتمكن كدوله اقتصادها ناشئ بنصنف في الاقتصاديات الناشئه ان احنا نصدر بهذا الحجم من القطاع الصناعي. ولازال هناك يعني امل وهناك رغبة ان احنا نطور هذه الصادرات لارقام اكبر من ذلك كبير. انا اتصور ان نمرة واحد في هذا الموضوع هناك مجموعة من التشريعات التي تخدم فكرة استقرار وتشجيع الاستثمار خاصة الاستثمار الصناعي. هناك مجموعة من القوانين هذكرها لحضرتك بعد شوية. ده واحد. النقطة الثانية ودي نقطة مهمة جدا ما يسمى بصندوق دعم الصادرات. صندوق دعم الصادرات يدعم الصادرات الهندسية ويدعم أيضا الصادرات الزراعية. وفكرة هو هذا الصندوق الآن مخصص له في الميزانية السابقة دي 6 مليار جنيه مصري. يعني الدولة وضعت 6 مليار جنيه مصري على الطاولة وقالت صدر وتعالى مرة تانية ارجع لي أنا هات لي ما يفيد التصدير وبيان التصدير وقيمة التصدير وانا ادعمك وانا اعطيك نسبة على هذه القيمة نسبة كأنه ربح دي نقطة مهمة جدا. وهذا يعني نوع من المنافسة التصديرية امام العالم كله. يعني انت لو نازل بمنتج نازل بالملابس بمواد بناء بكذا او بالخضروات والفاكهة لدول معينة فوجدت هناك منافسين في السعر خاصة باكستان والهند وبتاع دول برضه عندهم يعني تصدير بالذات في القطاع الزراعي كبير. يمكن ان تصدر بسعر التكلفة والدولة ستدفع لك 5% 6% 10% كتعويض وبالتالي تشعر بالربح انك انت حققت ربح الدولة اللي ادتك الربح وبالتالي تستطيع ان تصدر. ففكرة صندوق دعم الصادرات وبستة هو الصندوق ده كان بثلاثة مليار وبعدين 4 مليار 5 مليار المرة اللي فاتت كان 6 مليار. فانا بقول المصدر صدر ونافس الاخرين في سعر التصدير وكمان انا هديك دعم وهذا الدعم يناله المصدر بشيك من الدولة يعني يطلع له شيك من كل مصدر يا فندم كل مصدر بكل المنتجين مهما كان حجم التصدير حسب بقى ما هو حسب ما هي 5% من قيمة التصدير. انت تقدم الميزانية بتاعتك في نهاية السنة ثم تقدم بيان بما تم تصديره والجهة التي تم التصدير اليها وقيمة التصدير وطبعا ده كله موجود في الجمارك اصلا يعني معلومات كلها معروفة يعني ثم تقدمها للدولة للصندوق الدولة تاخد البيانات دي ثم تقوم باحتسابها واعطائك نسبة منها يعني كأن تعويض عما قد يصيبك او تشجيع. في نقطة بقى مهمة جدا ان الفرق في التصدير ده حتة مهمة جدا مش ان التصدير بيجيب له عملة لا ده هو بيجيب قيمة مضافة عالية جدا لان عندنا احنا التكلفة هنا سواء تكلفة المواد الخام او تكلفة العمالة او تكلفة الطاقة او تكلفة كذا الى حد ما بالنسبة للعالم تعتبر قليلة وبالتالي المنتج لما بيطلع من عندك سعره قليل وانا اديك مثل يعني مشهور جدا عندنا مثلا البرتقال بالنسبة لمصر سلعة تصديرية يعني مهمة جدا كويس البرتقال يباع في اوروبا الكيلو مثلا بيورو او 2 يورو خلاص اليورو 20 جنيه والاثنين يورو 40 جنيه والبرتقال هتلاقيه في الشارع بربع يورو 5 جنيه 5 جنيه ربع يورو الفرق الكبير بين التكلفة على الارض خلي بالك انت مستهلك تشتري بربع يورو كمستهلك مش كالحقل مش كتصدير يعني
فالفرق بين التكلفة وبين القيمة البيعية يعني ممكن يكون عنده هو باتنين جنيه ايوه يمكن مثلاً. يعني حتى لو احنا ضربنا في اتنين عشان تكلفة الشحن يبقى برضو لسه في هامش كويس، لو ضربت في تلاتة برضو ليك هامش ربح جيد. فالشركات المصدرة بتربح وكمان الدولة بتدعمها وتشجعه وتقول له صدر اي منتج ولو بسعر التكلفة وانا اعوضك عن طريق صندوق دعم الصادرات. هذا موجود في كثير، يعني حتى الملابس المصرية لها شهرة عالمية، المواد البناء المصرية تكلفتها رائعة اذا قيست بمواد البناء في اوروبا، وبالتالي الفرق في التكلفة ده اولا بيجيب عائد للاقتصاد المصري، والنقطة الثانية ان هو بيحقق الدخل اللي احنا قلنا عليه العملة الصعبة. يعني خليني اتكلم بقى على القوانين دكتور احمد المحفزة للاستثمار. انا بس اريد ان اؤكد هنا ان هناك فرق بين القانون وبين التطبيق لان دي عملية مؤلمة جدا عندنا. عملية مؤلمة جدا ان القانون نفسه لما بيطلع قانون 17 لسنة قانون 72 سنة 2017 هذا قانون الاستثمار، وهو قانون جيد جدا ويتكلم على تسهيلات ويتكلم على أراضي ويتكلم عن تحمل الدولة للتدريب ويتكلم على إعفاءات ضريبية لبعض المناطق الخاصة. يعني القانون في مجمله 72 لسنة 2017 قانون ممتاز جدا جدا كمان، لكن المشكلة عندما يتم نقل هذا القانون إلى التطبيق العملي وإلى الموظف الذي يجلس وراء الشباك غالبا ما نجد مشاكل يعني غريبة جدا، كأنه هذا الموظف في غير وعيه، يعني انت في غير وعيه. هذا القانون صدر لتقديم تسهيلات، مثلا فكرة الشباك الواحد ان المستثمر بدل ما يلف ويدور كعب داير كده على 20-30 مكان، انا بقوله تعالى اتعامل مع شباك واحد عشان تتخلص انجازاتك كويس، فتفاجئ ان الشباك الواحد موجود والقانون موجود لكن لما تيجي تطبق تطبيق عمل يعقد. صدر قانون اسمه 152، هذا القانون هو قرار وزاري رائع اكثر ممتاز، يقول لك في مشاكل كده جدا بين المستثمرين وبين مصلحه الضرائب، حل بقى المشكله ازاي؟ تعال لكل الصناعات الصغيره وكل صغار المستثمرين وقول له كده انا هاخد منك باكج كده 1% من ايرادك تورده مصلحه الضرائب، ويا سيدي الف مبروك يلا توكل على الله روح عيش حياتك. هذا طبعا مفهوم اكثر من ممتاز، هذا قانون وصدر قانون 152 وقرار اكثر من رائع واكثر من ممتاز ان كل المستثمرين الصغار، وصغار يعني ايه؟ يعني ايراداته 1-2-3-4، عدد العمال 5-50، راس ماله لحد 500,000، كل دي صناعه صغيره. بدل ما نقعد في مناوشات بين جهه حكوميه زي مصلحه الضرائب وبين المستثمر، القانون صدر قال لك ايه؟ قال لك تعالى عيش حياتك، قول لي ايراداتك كام بالظبط، ايراداتك كام، ادفع 1% منها لمصلحه الضرائب للدوله يعني كويس، وانت كده خلاص ايه براءه مفيش مشكله. فجأة كده تجد في النص بين القانون وبين المستثمر طلعت حاجة في النص كده، قالك ايه؟ بشرط تجيب شهادة من الصناعات الصغيرة. فتروح للصناعات الصغيرة عشان يديك شهادة، هو يعني الشهادة دي ليه؟ يعني الشهادة ليه؟ يعني اذا كان مصلحة الضرائب فيها سجل تجاري وفيها بطاقه ضريبيه وفيها عقد الشركه وفيها الاقرار الضريبي السنوي اللي بيقول ان الراجل ده ايراداته كذا وراس ماله كذا وعدد العمال كذا، لماذا الحصول على شهاده؟ فتفاجئ ان هي جهه اخرى، هي جهه ثالثه لا علاقه لها بالقصه دي خالص يعني، بس مطلوب منه ان يطلع شهاده ان انت مستثمر صغير. هذا ما غير يعني هذا غير مبرر مره ثانيه، هذا غير مبرر. وبالتالي لو ان مصلحه الضرائب هي قررت مباشره ويتعامل مع المستثمر انك انت السجل التجاري بتاعك فيه 100,000 وعدد العمال عندك 10 والميزانيه بتاعتك بتطلع 1-2-3 لحد 10 مليون، القانون بيقول لحد 10 مليون، انا احاسبك مباشره بدون شهاده. ليه انت انت بتوديني الجهه الثالثه والجهه الثالثه غير مختصه لا بيا لان انا اتبع هيئه الاستثمار، هم دول اللي بيطفشوا حاجه يعني. صعبه جدا وغير واضحه وغير مفهوم. عندنا يبقى اذا عندنا القانون ده كقانون كويس، قانون 72 لسنه 2017 قانون ايضا جيد جدا، وهناك مجموعه ايضا من القوانين المتعلقه بالاعفاء الجمركي في حاله الالات والمعدات والمناطق الصناعيه كده، دي كلها قوانين ممتازه جدا، لكن انا اقول ان نحن نحتاج الى التدريب وتنميه مهارات الافراد حتى يصبح هذا القانون له فاعليه ويجيب نتيجته الكويسه. جميل جدا. نطلع مع بعض نشوف تقرير كمان ونرجع نكمل حوارنا.
السويس كان الطريق لازم المراكب تستني لما المركبة دي تعدي وبعدين تدخل دي، بقى في طريق اللي هو التاني بقى تخش تريح منه، أصبح العدد بقى ضعف، بقى في داخل وخارج، فسهلت الحركة التجارية. زود برضو العملة الصعبة اللي داخلة قناة السويس دلوقتي، بقت أعلى إيرادات داخلة فيها دلوقتي غير السنين اللي فاتت أما كان الطريق فردي. في ظل الظروف اللي احنا فيها دي كلها وجائحة كورونا، ويعتبر الكساد العالمي نتيجة هذه الجائحة، إلا إن الاقتصاد المصري شغال بخطة ثابتة، بالعكس ده في نمو يعني لم نشهده من 50 سنة فاتت، فده يعتبر أنا أعتبره معجزة بكل المقاييس وفقا للإحصاءات اللي احنا بنسمعها واللي بتطلع لنا، وخصوصا اللي هو البيان الأخراني بتاع مجلس الوزراء اللي بيقول لك إن الصادرات تخطت 45 مليار، وده في ظل الظروف اللي فيها ده يعتبر الصراحة إنجاز يحسب للقيادة ويحسب للحكومة ويحسب لكل الناس اللي بتخطط. في اقتصاد شغال، في بنية تحتية شغالة، في حياة كريمة اللي هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عاملها، في بالنسبة كمان تمويل الشباب وتمويل المشروعات الصغيرة، لا وغير كده في تمويل كمان لو انت عندك مزرعة او عندك حاجة شغالة تاخد فيها بفايدة 3% على مدار 5 سنين، واول قسط تقريبا بعد 6 شهور او سنه، ففي انتاج شغال واحنا احسن من اي بلد شغاله الحمد لله. اهلا بكم من جديد دكتور احمد هارون. يعني باعتبار ان احنا بنتكلم عن رقم قياسي في الصادرات المصريه، مهم جدا ان احنا نتكلم عن مصادر الدخل القومي المصري وصلت لحد فين، سواء سياحه، سواء دخل تحويلات المصريين بالخارج، سواء قناه السويس. ده مهم جدا. برضو ده سؤال ممتاز، لسبب لان ننتبه ان مصادر الدولة في النقد متنوعة، وهذا ايضا تعتبر يعني ميزة ممتازة جدا. انا عندي قناة السويس بيجيب 5.5 مليار دولار، عندي تحويلات العاملين بالخارج وصلت لرقم كبير جدا 30 مليار. السياحة بعد ما انخفضت جدا بدأت تعود مرة تانية في الغردقة وكذا، وبدأت تحقق ارقام نتمنى ان هي تبقى اكبر من ذلك. لكن عموما موازنة الدولة في عمومها 75% من الضرائب والرسوم وكذا، وال 25% من المصادر الاخرى. نحن نتمنى ان احنا كلنا ككل قطاعات انتاجيه في مصر ان احنا نغير المعادله دي. ليه بقى؟ لان يعني انا لا ابرر لاحد ولا اعطي اعذار لاحد، لكن لما يكون عندك 75% من الضرائب والرسوم 25% من الاخرى، لما تيجي ترغب في تقديم خدمات اكبر فترغب في زياده الموارد الدوله. ايهما اسهل؟ الاسهل ان انا ال 75% دي ازودها 1% 2%، لما ازود 1% 2%، من يدفع ثمنها؟ يدفع ثمنها المواطن. في حين ان انا لو قدرت اخفض دخل الدوله من الضرائب والرسوم بدل 75% الى 70% الى 65% الى 60%، ثم الجانب الاخر اللي هي القطاعات الانتاجيه في الدوله اللي هو قطاع البترول والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي ازود ل 40%، يبقى انا اهتمامي دلوقتي ازود موارد الدوله من خلال الانتاج وليس من خلال الضرائب والرسوم. واحنا نتفق ان ده وضع قائم وان احنا بيؤلم الجميع، يعني انا لا اظن حتى ان وزاره الماليه مبسوطه ان هي تزود على المواطنين ضرائب ورسوم، لا. انما الافضل ايه؟ ان انا اهتم بالقطاع الانتاجي الزراعه والصناعه جدا جدا، فيزيد الانتاج ويزيد التصدير ويزيد كذا، وبالتالي تصبح موارد الدوله يعني متوازنه بين الرسوم والضرائب وبين القطاعات. يعني هنا بيطلع المواطن دايما يتكلم عن الضرائب، ليه ما بتفرضش الضرائب دي على اصحاب الصناعات الكبرى ورجال الاعمال وبيتاثر بها المواطن اكثر من غيره؟ يعني شوف، ما هقول لك على حاجه، بس برضه الموضوع ده موضوع محتاج نوع من التوازن. التوازن ليه؟ انا النهارده الضرائب بتاعت 22.5% على صافي الارباح. الضرائب الارباح التجاريه والصناعيه على الشركات في مصر 22.5% من صافي الربح. من صافي الربح. هذا وفي بلاد تانية اقل، وفي بلاد تانية اكتر جدا، يعني المانيا توصل ل 40%. كويس، بس في المانيا
هو بيقدم له التعليم مطلق والصحه مطلقه والخدمات مطلقه جدا يعني. وبالتالي حتى لو دفع 40% في 60% بالنسبه له رفاهيه. هو رفاهيه، انما 22%. لو احنا بقى زودنا عن ال 22% المنتج هيزود على السلعه، على المواطن، وبالتالي الزياده على السلعه المستهلك هيتأذى. وبالتالي يعني الدوله بتحاول تعمل زي ضريبه القيمه المضافه اللي بيحملها على المواطن. ما هو المواطن هيشيلها هتخليها 10% 14% اللي بيدفعها المستهلك النهائي. يعني حتى الوسيط او تاجر التجزئه هو بيدفعها للمنتج ويحملها على المستهلك، فهو وسيط ما بيتضررش. الذي يتضرر هو المستهلك النهائي. يعني حضرتك اشتريت حاجه للبيت انت اللي بتدفع الايه الضريبه. احنا مش عايزين ضريبه، احنا مش عايزين ضريبة، احنا عايزين نزود الانتاج جدا فيزيد الدخل القومي للدولة جدا وتزيد موارد الدولة من القطاعات الانتاجية. وبالتالي يبقى هناك نوع من التوازن ويعجز الاعفاءات الضريبية. الاعفاء الضريبي يشجع القطاعات، ما انا بقول القطاع الصناعي لتدوير المخلفات يديله اعفاء ضريبي لانه صناعات ليست نظيفة يعني ومش مغرية ويعني مش يعني ما بتديش وجاهة اجتماعية. فلو ان قطاع تدوير المخلفات في مصر خد اعفاء ضريبي انا اعتقد ده يشجع الناس للدخول في هذه الصناعات. وانا اتمنى ان قطاع كل قطاع حساس ومهم ويمثل اهميه للدوله الصناعات استراتيجيه ان ياخد اعفاء ضريبي، بس لا يؤثر على ميزانيه الدوله لان في النهايه الدوله بتاخد الفلوس عشان التعليم وعشان الصحه وعشان الطرق وعشان كذا، فضروره هي دي ضروره. طبيعي. من الملفات ايضا المهمه دكتور احمد في هذا الاطار هو ملف المشروعات المتعثره، المصانع التي اغلقت ابوابها منذ اكثر من 10 سنوات، يعني ده تاثيره ايه او اهميته الاقتصاديه ايه في دعم اقتصاد الدوله؟ شوف هو طبعا اكبر شيء يؤلم حتى الدوله حتى الحكومه ان في مصنع يتقفل، لان مصنع يتقفل ده معناه ايه؟ معناه اولا في راس مال كده اتعطل وهناك راس مال اتخرب زي الالات والمعدات وكده، وتعطل زي المباني وكذا، وفي كمان عماله تحولت من عماله وناس بتشتغل ومؤمن عليها الى بطاله، فهو شيء مؤلم جدا. الحقيقه البنك المركزي من فتره طويله يعني عمل مبادره ان يناشد كل البنوك الحكومية وغير الحكومية ان بفكرة اعادة الجدولة او ما يسمى بالتعويم. يعني ايه بالتعويم؟ يعني واحد بيغرق وانت بتمديله ايدك عشان تشيله. فحتى لو ان مصنع تعثر وتوقف عن السداد ما يبقاش همك كله انك انت اقضيه تحجز عليه ووديه المحكمة واسجنه، لان كده انت الكل خسران يعني بما فيها البنوك ايضا تكون خسران. فالحل الوحيد ايه؟ ان يتدخل وتعالى يتم التفاوض ايه بقى نسبة الفوائد دي اللي طب ممكن نقللها شوية نسبة الفوائد، طب المبلغ ده ممكن نقسطه على فترة طويلة جدا، طب ممكن اديك تاني ادخلك فلوس بشرط ان الفلوس يتم ضخها على اساس الخامات والمعدات اللازمه لاعاده انا اعتقد ان كثير من المصانع استطاعت انها تعيد كثير يعني انها تعيد توفيق اوضاعها. يعني انا ما اعتقدش المشكله دي بقت موجوده زي يعني موجودة. المصانع اللي كانت مقفوله فندم فتحت كثير منها كثير فتح. جدا فتحت بس هو قفل لان يعني اصبح هناك مشكله شويه هو عنده مشكله مش عارف يحلها يعني كويس. فالبنك المركزي قال للبنوك لا يعني عايزين نخرج من المأزق ده لان انت مش مستفيد حتى لو حطيته في السجن. صحيح. انت مش مستفيد. صح. بالعكس في اضرار وقعت على اقتصاد الدوله ان في قطاع انتاجي تحول الى بطاله. فحدث التفاوض وكده وحدث تسامح وحدث اسقاط لبعض 50% من الديون يعني من الفوائد من الفوائد اصل الدين لا احد يملك ولا البنك نفسه يملك ولا البنك المركزي يملك لان دي اموالنا احنا اموال المودعين ما يقدرش يتصرف فيها. انما لما يكون فوائد 10 مليار يسقط 5 مليار مش هيحصل حاجه وفعلا حل يعني جزء من المشاكل. لكن احذر ان مصنع يتوقف نتيجه اجراءات اداريه ان بتاع التأمينات يحجز عليه بتاع الضرائب يحجز عليه لا يا جماعه مش هذا مش صح
تمام. ان التامينات يحجز عليه ما بيحصلش في اي حته في الكلام لا 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 ما ده ما يصحش يعني ما يصحش كده. تمام انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور احمد هارون مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصاديه شرفتنا بهذه الرؤيه التحليليه يا فندم شكرا جزيلا بشكر حضراتكم على المتابعه وغدا لقاء جديد وملفات جديده فالى اللقاء.